بالنسبة للاحتجاجات التي دعت إليها فيدرالية جامعية المحامين الشرعية ستنحو نحو التصعيد وستقوم بأشكال احتجاجية أخرى، تبتدئ بوقفات محلية وقد تكون هناك وقفات وطنية وقد تليها أنواع أخرى من الاحتجاج، تحتفظ الفيدرالية ويحتفظ المحامون بحقهم في تحديد كيفيتها وزمانها بحسب تعاطي الجهات التي تعتبر يعني مستهدفة بهذه الاحتجاجات. بطبيعة الحال هناك خلل في ميزان العدالة في المغرب والجميع يلاحظ ذلك، وربما هذا ليس بشيء جديد، وإنما هذا يعني الضغط على هذا الميزان، ميزان العدل، ربما اشتدت وطأته وحان لنا الأوان، حان الأوان أن يعني يتحمل المحامون المسؤولية في هذا الإطار وينادوا بتقويم هذا الاختلال وبأن تكون كفة الميزان متساوية. وفي هذا الإطار لابد من ملاحظة أن منظومة العدالة كانت قد أوصت في ميثاقها الذي اشتغلت عليه عدة مكونات، أوصت بعدة توصيات بعضها نفذ والعديد الآخر ينفذ، ومما نفذت أمور شخصية فقط، فلي هناك يعني جحود بجزء كبير من تلك التوصيات، وطبيعة الحال هناك إنكار كبير للمجهود الذي بذل عن طريق إنكار جزء هام من تلك التوصيات. نحن الآن أمام قضاء مستقل استقلال شكلي، أمام منظومة عدالة، وعندما أقول منظومة أقول يعني أعني قضاء، أعني محاماة، أعني كتاب الضبط، أعني مفوضين قضائيين، أعني خبراء وغيرهم من يعني أجزاء جسم منظومة العدالة. هناك منظومة عدالة يعني مهترئة، هناك تخليق مناسباتي ولا يرقى إلى مستوى أن يكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي، وبالتالي يجب أن نتحمل مسؤولياتنا مرة أخرى ودائما في محاولة تقويم ذلك.